نظر الشاب وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بدموع النبي تنزل رحمته، فقال عليه الصلاة والسلام للشاب: قم أنت ومالك لأبيك. على قلت عامل لي جار، قم أنت ومالك لأبيك. كل إنسان يحب يشوف ابنه أحسن منه، وإحنا كوننا نعتبر حنا مربيين ونبني أجيال، نربي أجيال، إحنا بنأمل إنه أبنائنا يسمعوا التغيير في هاي الأمة. يعني أمتنا بتواجه تحديات كبيرة، نرجو من الله إنه أبنائنا هذولا نتعب عليهم، نغرس فيهم الأخلاق والقيم ونبني شخصيتهم اللي يحدثوا فعلا تغيير كبير في هاي الأمة إن شاء الله رب العالمين. وعلى إن شاء الله واحد منهم إحنا وأبناء لله من لما الولد وأبناء لله ويشتعلي. هذه وردة البيت، وأنا هي عزيزة على قلبي، وبتمنى يا رب إنك تضلك هيك، وبتمنى النجاح في كل حياتي. يا حبيبي إن شاء الله يا رب على قد حنيتها ومحبتي لها كمان هي، وإن شاء الله نشوفهم على مراتب يا رب، أكيد بنحبهم ونشوفهم إن شاء الله. بيكون ناجح في المستقبل وأخلاقه تكون عالية، وإن شاء الله يساهموا تحسين أوضاع البلد إن شاء الله. الله يكرمك. نحن نسمي أبو الوحيد يأمنا بجده إن شاء الله، وإذا ربنا سبحانه وتعالى وفق فيما أخطط له إن شاء الله هاشم سيكون خادم من خدم الدين، يمشي على منهج والده وعلى منهج جده وعلى منهج والد جده وعلى منهج جد جده أيضا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى وكان والد الشيخ نوح رحمة الله يظل يذكرنا فيه يقول: يا بني إن الله اصطفى لكم هذا الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى تم بالمراد وحقق المطلوب طبعا بدعاء الصالحين ودعاء أجداده، إن شاء الله يكون هاشم على مسيرة جده الشيخ نوح يا رب، يا إن شاء الله إن شاء الله، ويكون يوم أيام هاشم يقعد في هذا المكان هون إن شاء الله، ويكمل المسيرة اللي فيها نفس جده الشيخ نوح وبدأها أبوه تأسيسا على علم جده الشيخ نوح إن شاء الله. الله كريم الله كريم.